عايزين بقى نعمل مع بعض البط بالبرتقال. هقول لكم على الوصفة، وصفة مامتي حبيبتي. قالت لي بقى، عشان هي كانت سامعه المكالمة طبعا، قالت لي بصي بقى يا سيدي هقول لك على الطريقة بتاعتي. قلت لها يلا يا ماما قولي. قالت لي بقى بصي، انا بجيب البطة البطة وايه، بروح سلقاها، سلقاها في بصل، خلاص، حبهان، ده مهم جدا الحبهان، خلاص، و ورق اللورة. بعد ما بنسلقها طبعا بنحط ملح وفلفل برضو. بعد ما بنسلقها بنطلعها، بنشيل الشوربة على جنب عشان نستخدمها، بس يا ريت نشيل منها الدسم عشان دسمها فظيع. البطة عليها كمية دسم مش طبيعي. هيكون معانا بقى عشان تخش الفرن بس بشر برتقال وعسل أبيض، بتطلع ليها لمعة وقرمشة فظيعة، بتبقى تجنن. شوفوا سهلة ازاي، مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. بطة سلقناها، طلعناها، حطينا عليها العسل والايه وبشر البرتقال، نخلط بس دول مع بعض ونقلبها عليها وتخش الفرن تاخد لون. بس العسل بيعمل ايه بقى لما بيخش الفرن؟ بيروح مخليها مكرملة، بتديها كده كرمله، كده قرمشه، كده كرمله فظيعه فظيعه فظيعه، كله فظيع. شغل الفرن على 200، متاخدش وقت بقى. واحنا نعرف بقى الفرخه اتسلقت كويس معانا، استوت ولا لا، بان احنا طبعا بنجرب بالشوكه كده نشوف، عشان كل حجم مختلف برضو عن التاني. متاخدش عسل كتير، وعليها البشره اهو. وخلاص اللي عايز يزود بقى ملح وفلفل ممكن، لكن هي ماما مش بتعملها ملح وفلفل. نبتدي بقى ناخدها اصلا البطه كده. لو عايزين بقى ان رجلها تكون مقفوله، لازم ضروري بقى تعملوا القصه دي قبل ما تخش، قبل ما تسلقوها، عشان تفضل على الشكل اللي هي اتسلقت عليه، ومن جوه ومن يعني كل حته، حتى من جوه ممكن تحطوا شرايح البرتقال جوه البطه، هي ريحتها فظيعه دلوقتي اصلا. قد ايه اوقات الخلطات البسيطه جدا ممكن تبقى سحريه وجميله جدا. لازم عينيا على طول بس على بلح الشام، المفروض ان احنا نقلب فيه طول الوقت برضو عشان ياخد اللون من كل ناحيه. خلاص اهو من كل حته ومن جوه، عشان برضو تاخد الطعم ونكهه البرتقال المكرمل الفظيع ده. معانا ناهد. الو يا ناهد. الو، ازيك؟ ازيك يا سالي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله، شكرا على 10 نصايح بتوع رمضان، كانت تحفه. طب الحمد لله انه عجبوكي. اهلا بيك، اتفضلي. عندي سؤالين بس يا سالي. انا عندي بعد ما بدات التخسيس وكده، ايوه، عندي ترهلات في بطني. انت خسيتي قد ايه؟ انا خسيت لحد دلوقتي زي دي 8 كيلو. في قد ايه؟ انا كنت 85 كيلو. كنت 85؟ وطيب بس نزلتيهم في قد ايه؟ في شهر، شهر شهر ونص كده. طيب، هل انت حاسه انها ترهلات يعني جلد اكتر ولا دهون؟ يعني هل بطنك فيها دهون كتير ولا الجلد هو الزياده؟ لا، دهون. الدهون. اه. طيب، لا، يبقى تكملي انت كده كده لسه محتاجه تنزلي في الوزن اكتر شويه، هتلاقي ان هيفرق معاكي ان شاء الله اكتر واكتر.